السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صلحي فرقة أولى طب طنطا. هنتكلم النهاردة بإذن الله على خلايا الدم البيضاء. تاني درس معانا النهاردة في المناعة هو خلايا الدم البيضاء. هنتكلم النهاردة على خلايا الدم البيضاء اللي هي كانت تاني مكون في الجهاز المناعي. المكون الأول كان هو عبارة عن الأعضاء الليمفاوية اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو اللي فات، اللي هحط لك طبعا الرابط بتاعه في الفيديو ده. ما تنساش تدعمنا لايك سبسكرايب وشير، تمام، عشان يوصل وتفيد كل أصحابك بإذن الله. خلايا الدم البيضاء دي يا سيدي على نوعين. خلايا الدم البيضاء دي على نوعين زي ما خدنا المرة اللي فاتت، قلنا خلايا ليمفاوية، خلايا ليمفاوية، تاني حاجة خلايا غير ليمفاوية، خلايا ليمفاوية وخلايا غير ليمفاوية. قالك بص يا سيدي، قالك الخلايا الليمفاوية دي نسبتها كام من خلايا الدم البيضاء الكبيرة دي؟ قالك نسبتها من 20 لـ30%، يعني أقل نسبة ألاقيها 20%. طب أكبر نسبة لقاها كام؟ بالعقل كده 30%. طب المتوسط بقى، النورمال اللي هو الافريج، قال لك هو عبارة عن ايه؟ ادي ال20 وال30 حطيناهم على الاتنين طلعت 25%. اللي ما بين ال20 وال30 مين؟ ال25، تمام. يبقى ده اول حاجة معانا. لو انا مثلا اذا علمت ان عدد خلايا الدم البيضاء 10,000، إذا علمت أن عدد خلايا الدم البيضاء 10,000 خلية، يقوم سألك وإيه؟ وقايل لك فإن أقل عدد خلايا ليمفاوية أحلها إزاي؟ طرفين في وسطين. إزاي؟ بقوم حاطط كده الخلايا الليمفاوية خلايا كرات الدم البيضاء. لو دي ب100 اللي هي كرات الدم البيضاء بتبقى الليمفاوية ب20. طب لما دي تبقى 10,000 احط هنا علامة الاستفهام واقوم عامل كده طرفين في وسطين، تطلع 20 في 10,000 على 100 تطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب دي 10,000 تطلع ب 2000 خلية، تطلع ب 2000 خلية، تمام. الطريقة دي طريقة سهلة جدا، بحيث انه لو هو طالب منك عدد خلايا الدم البيضاء كمان ما تتلخبطش بقى تقول 100 على 20 ولا 20 على 100، لا اعملها بطريقة المقص اللي هي الطرفين في وسطين، هتلاقيها بتحل معاك كل انواع المسائل. ده بالنسبة لو طالب اقل عدد. طب لو هو عايز اكبر عدد، هبدل ال 20 ده اهي واخليها 30، ابدل ال 20 دي واخليها 30 وطرفين في وسطين. طب لو هو عاوز المتوسط 25 اهو واعمل طرفين في وسطين، تمام. ده بالنسبه للانواع دي من المسائل، تمام. تعال نتكلم كده على الخلايا الليمفاويه. الخلايا الليمفاويه دي لما هاجي اتكلم عليها اقول لك ايه؟ انا عاوز اتكلم على التكوين بتاعها، التكوين، عاوز اتكلم على النضج بتاعها، تمام. اكيد بتتكون وبتنضج داخل اعضاء ليمفاويه. انا ماشي الكلام ده احنا عارفينه، انا بتكلم بقى بتتكون فين بالظبط. قال لك انهي عضو ليمفاوي من الستة اللي خدناهم المره اللي فاتت؟ العضو اسمه نخاع العظام الاحمر. التكوين في نخاع العظام الاحمر، نخاع العظام الاحمر. طب النضج بتاعهم؟ والله النضج على مكانين، النضج بيتم في مكانين، نخاع العظام الاحمر، وحاجة خدناها المرة اللي فاتت هي الغدة التيموسية. دي تبع الخلايا التائية. بتنضج هنا الخلايا التائية، بتنضج فين؟ في الغدة التيموسية. بتنضج فين؟ في الغدة التيموسية. لكن الأنواع الأخرى من الخلايا الليمفاوية بتتكون وتنضج في نخاع العظام الأحمر، اللي هم مين؟ اللي هم القاتلة الطبيعية والخلايا الباقية. بتتكون في نخاع العظام الأحمر وتنضج في نخاع العظام الأحمر. طب الخلايا التائية تتكون في نخاع العظام الأحمر زي كل أنواع الخلايا الليمفاوية، لكن النضج بتاعها بيتم فين؟ بيتم في الغدة التيموسية. بيتم فين؟ بيتم في الغدة التيموسية، تمام. الخلايا دي لما بتتكون في الاول بتبقى خلايا. بتتكون منين؟ بتتكون من خلايا جذعيه، تمام. بتيجي منين؟ بتيجي من الخلايا الجذعيه. طب الخلايا الجذعيه دي بيبقى لها عندها قدره مناعيه؟ قال لك ليس لها قدره مناعيه، عشان كده لازم تمر بعملية نضج وتمايز. ليه؟ قال لك عشان تتحول لخلايا ذات قدرة مناعية. يبقى لو سألني وقال لي
اقول له لتتحول لخلايا، لتتحول الى خلايا ذات قدرة مناعية، لتتحول الى خلايا ذات قدرة مناعية. طب احنا كده الحمد لله اتكلمنا على نسبتهم من 20 ل 30% من خلايا الدم البيضاء، ما يضحكش عليها في المسائل ويدينا عدد خلايا الدم البيضاء، قول لي مثلا اقل نسبة كام، خلاص بعرف احل كل انواع المسائل. طرفين في وسطين بالطريقة الجميلة السهلة دي، عرفنا ان اقل نسبة 20%، اكبر نسبة 30%، المتوسط اللي هو ما بينهم 25%. تمام، حلو الكلام. عرفنا تكوينهم كلهم، كلهم بيتكون في نخاع العظام الاحمر. طب نضجهم، نضجهم المره اللي فاتت قلنا ان الغده التيموسيه تاء بتنضج فيها خلايا التاي، طب الباقيين في نخاع العظام الاحمر برضه تمام، او لا بتتكون من خلايا جذعيه ليس لها قدره مناعيه، ما لهاش قدره مناعيه، لذلك لازم تمر بعمليه نضج وتميز داخل الاعضاء الليمفاويه دي. قال لك علل، قال لك عشان تتحول لخلايا ذات قدره مناعيه كده. الحمد لله لو انت ازهر او عام فاهم القصة كلها، لو انت أزهر حفظت معانا، ولو انت عام فهمت وعرفت احنا بنعمل كل ده ليه. تمام. وظيفتهم، الوظيفة العامة، عشان كل واحدة دلوقتي هيبقى لها وظيفة بالتفصيل، احنا بنتكلم دلوقتي على الوظيفة العامة. قال لك اذكر وظيفة الخلايا الليمفاوية، هتقول له كده أول حاجة تدور في الدم، أول وظيفة اللي بتدور في الدم أقول له علي فهمني ليه. تمام، اقول له ليه يا عم بتدور في الدم، قال لك لتبحث، عشان تبحث عن اي جسم غريب، طب لو شافته ما النتائج، لو شافت جسم غريب، قال لك ما النتائج ان هي لو شافت جسم غريب، قال لك تشغل آليتها المناعية. يعني ايه بقى تشغل آليتها المناعية؟ الخلايا الفوية دي على كذا نوع، خلايا بائية دي بتطلع اجسام مضادة، في خلايا قاتلة طبيعية دي بتخسر الخلايا المصابة بالفيروس والسرطان، عندي خلايا تائية برضو بتخلص الجسم، عندي خلايا نشط خلية سوري مساعدة دي بتنشط الأنواع ده اهي، فكل فأول ما أشوف جسم غريب الخلايا الليمفاوية هتشغل آلياتها، سواء تنتج أجسام مضادة، سواء تنشط، سواء تهاجم، تمام؟ سواء خلايا تانية بلعمية تبتلع وتعمل عملية بلعمة، تمام؟ هي دي معنى الآليات المناعية، تشغل آليتها المناعية. طب علي ليه يا عم شغلت آليتها المناعية؟ قالك لتخلص الجسم من شرور الميكروبات، الميكروب ده ممكن يفرز لك سموم، تمام؟ يبقى لتخلص الجسم من شرور الميكروبات التي تحاول غزو الجسم. الميكروبات دي بتحاول ايه؟ اقول له كده اهو، غزو الجسم، التكاثر، الانتشار فيه، بتحاول غزو الجسم والتكاثر والانتشار فيه. فالخلايا الليمفاوية، بتوقف كل ده، وبتعمل ايه كمان بعد ما شغلت آلياتها المناعية عشان تخلص الجسم؟ قال لك بيتم ذلك عن طريق حركتين، تخريب أنسجته، بتخرب أنسجة مين؟ أنسجة الميكروب أو الجسم الغريب، تخريب أنسجته. اتنين، تعطيل وظائفه الحيوية. من ده الميكروب بحاول أعطل وظائفه الحيوية، يعني ايه؟ عندي مثلا بكتيريا جواها ريبوسوم، البيروبيسوم ده بيصنع بروتين، أخليها توقف تصنيع البروتين ده، وقفت عملية حيوية جواها البكتيريا ممكن تموت أو نشاطها يقل وتبقى ليه السامة، وتعطيل وظائفه الحيوية. كده أنا الحمد لله خلصت من شرور الميكروبات. تاني كده مع بعض، الوظيفة العامة للخلايا الليمفاوية قال لك بتدور في الدم، ليه يا سيدي؟ قال لك لتبحث عن أي جسم غريب، إيه النتائج؟ إن هي شافت جسم غريب هتشغل آلياتها المناعية، شغلت آلياتها المناعية مثلا خلايا تائية نشطة ده دي تنشط الأنواع الأخرى، خلايا بائية مثلا تنتج أجسام مضادة، خلايا قاتلة طبيعية تهاجم خلايا الجسم المصابة، تمام، خلايا بلعمية تهاجم وتعمل بلعمة وتفتيت. يبقى تاني كده هتشغل آلياتها المناعية، قال لك ليه؟ عشان تخلص الجسم من شرور الميكروبات، الميكروبات دي عايزة تعمل ايه؟ قال لك عايزة تغزو الجسم، تتكاثر وتنتشر فيه. أنا هوقف هخلص الجسم من شرور الميكروبات ازاي؟ قال لك عن طريق بخرب أنسجته الميكروب وعطل وظائفه الحيوية. تمام؟ كده الحمد لله خلصنا المقدمة دي. نخش بعد كده بقى على، أو نخليها هنا، الخلايا الليمفاوية، الخلايا الليمفاوية، ودي يا سيدي على كم نوع؟ ودي يا سيدي على 3 أنواع، خلايا ليمفاوية بائية، خلايا ليمفاوية قاتلة طبيعية، خلايا ليمفاوية تائية.
خلايا لمفاوية بائية، خلايا لمفاوية قاتلة طبيعية، خلايا لمفاوية تائية. طبعا قاتلة طبيعية دي اللي هي ال NK natural killer، البائية بحرف البي عادي، التائية التي. الخلايا البائية أول حاجة هتكلم عليها نسبتها، أول حاجة هتكلم عليها هي نسبتها. نسبتها كام يا عم؟ قالك من 10 ل 15%، من 10 ل 15%. نفس الكلام اللي أنا طبقته فوق، أقل نسبة أكبر نسبة المتوسط، أقل نسبة أكبر نسبة المتوسط، أقل نسبة 10 أكبر نسبة 15. المتوسط 10 زائد 15 على الاتنين تطلع ب 12.5%. من مين؟ من الخلايا الليمفاوية، من الخلايا الليمفاوية، من الخلايا الليمفاوية. يعني هو لو قال لي إذا كانت نسبة كرات الدم البيضاء 10,000، فإن أقل عدد من الخلايا الليمفاوية الباقية، لو انت رحت اشتغلت كده غلط، لو انت رحت اشتغلت على العدد خلايا الدم البيضاء مرة واحدة كده غلط. امال اشتغل على مين؟ لازم اجيب الاول الخلايا الليمفاوية، عشان النسبة ده ايه؟ انا قلت لك النسبة دي من الخلايا الليمفاوية مش من خلايا الدم البيضاء. تقول لي يعني ايه؟ يعني ال 10,000 كرات دم بيضاء هشوف فيهم كام خلية ليمفاوية. هو كان طالب ايه؟ هو كان طالب اقل، اقل يبقى 20%، يبقى 20 ادي التانية 100، لما دي تبقى ب 10,000 انا هبقى بكام؟ هطلع بيه 2000. تمام، 2000 خلية ليمفاوية. بنفس المنطق بقى، لما انا ببقى الخلية الباقية ب 10، ببقى انا بكام؟ ببقى انا ب 100، عشان هي 10% من الخلية الليمفاوية، ادي اللام وادي الباقية. تمام. او عاوز، لو انا 2000، لو انا جبت الرقم، هبقى الخلية الباقية بكام؟ طرفين في وسطين، 10 في 2000 على 100 تطلع بكام؟ صفرين يروحوا مع الصفرين، تطلع ب 200. 200 خلية باقية، 200 خلية باقية. تمام، طريقة تحل معاك كل أنواع المسائل. الخلايا الباقية دي بيتم إنتاجها فين؟ إنتاجها في نخاع العظام الأحمر. خلاص إحنا متفقين. طب نضجها فين؟ نخاع العظام الأحمر برضو. تمام، نخاع العظام الأحمر برضو. الخلايا الباقية دي في منها أنواع اسمه خلايا باقية بلازمية. خلايا الباقية البلازمية دي هي المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، إنتاج الأجسام المضادة اللي بتهاجم بيها وتتعرف على أي أجسام غريبة كميكروبات، تلتصق بيها وتدمرها بواسطة الأجسام المضادة. وهنفهم ده بالتفصيل بإذن الله في المناعة بالخلايا المناعة بالخلايا الخلطية، المناعة الخلطية في خط الدفاع التالت. تمام، يبقى كل اللي انا عاوزك تعرفه بس الخلايا الباقية في منها حاجة اسمها خلايا باقية بلازمية مسؤولة عن انتاج اجسام مضادة. الاجسام المضادة بتدمر ازاي؟ دي هناخدها الحصة الجاية. تمام. نخش بعد كده على الخلايا القاتلة الطبيعية. ليها نسبة؟ اه ليها نسبة، من 5 ل 10%، من 5 ل 10%، من 5 يعني اقل نسبة 5. خلاص بقى انت حفظت، اقل نسبة 5، اكبر نسبة 10. النسبة المتوسطة 5 زائد 10 على الاتنين 7.5%، دي المتوسط بتاعها. بعرف احل اي انواع مسائل بنفس الطريقة، طرفين في وسطين. طب هي 5 من 10% منين؟ من الخلايا الليمفاوية، من الخلايا الليمفاوية. يبقى انا اروح اجيب الخلايا الليمفاوية الاول من خلايا الدم البيضاء وبعد كده اشتغل. اديني مثال عشان افهم. معايا 10,000 خلية دم بيضاء وعايز اكبر نسبة من الخلايا القاتلة الطبيعية في اكبر نسبة من الخلايا الليمفاوية، اكبر نسبة من الخلايا الليمفاوية. لو احنا قلنا دي ب 30، دي بتبقى ب 100، لما تبقى دي ب 10,000. طبعا بكتب الاسماء، اقول لي مثلا خلايا الدم البيضاء وهنا دي الخلايا الليمفاوية، ب 30 تبقى دي ب 100. طب دي ب 10,000، او اعمل كده اهو طرفين في وسطين هتطلع معايا ب 3,000. واقوم بنفس الطريقة، ادي الخلايا القاتلة الطبيعية وادي الخلايا الليمفاوية. انا عايز اكبر نسبة، اكبر نسبة 10 من 100. لو انت 3,000 هبقى انا كام؟ بنفس الطريقة اهو طرفين في وسطين تطلع معاك ب 300. تمام، 300 خلية قاتلة طبيعية، 300 خلية قاتلة طبيعية. نشوف بقى الوظيفة بتاعتها، الخلايا القاتلة الطبيعية. قال لك الخلايا القاتلة الطبيعية دي، الخلايا القاتلة الطبيعية بتهاجم خلايا قاتلة، يعني هتعملها مهاجم. هتهاجم مين؟ هتهاجم 2 خلايا الجسم المصاب بالفيروس، خلايا الجسم المصابة بالفيروس، خلايا الجسم المصابة
بالفيروس، اتنين خلايا سرطانية، يعني خلايا بتنقسم بطريقة غير طبيعية، يبقى هي بتهاجم خلايا جسم مصابة بالفيروس، خلايا جسم مصابة بالفيروس وتهاجم خلايا سرطانية وتقضي عليها بواسطة ايه؟ المادة اللي بتطلعها، المادة اللي بتطلعها حاجة اسمها انزيمات خاصة، حاجة اسمها انزيمات خاصة مش عليك اسمها. فالكتاب بتاع تالتة ثانوي وقال لك انزيمات خاصة وسكت. بتهاجم مين؟ خلايا الجسم المصابة بالفيروس زي مثلا فيروس كورونا وخلايا سرطانية. خلي بالك الخلايا القاتلة الطبيعية دي خط دفاع تاني وخط دفاع تالت، خط دفاع تاني وخط دفاع تالت، وهنفهم ده قدام بس اربطها دلوقتي. خط دفاع تاني وخط دفاع تالت يعني تبع المناعة الطبيعية وتبع المناعة المكتسبة، تمام؟ وهنفهم ده قدام بس مناسبتها يعني، وخلي دي هنفهمها قدام. بتهاجم خلايا الجسم المصاب بالفيروس والخلايا السرطانية وتقضي عليها بواسطة ايه؟ انزيمات خاصة. الخلايا الباقية كانت، أمال الخلايا الباقية كانت بتعمل ايه؟ كانت بتهاجم الفيروسات والميكروبات، كانت سوري تهاجم الميكروبات وتلتصق بها وتدمرها بواسطة إنتاج الأجسام المضادة. تاني كده، كانت تتعرف على أي أجسام غريبة عن الجسم زي الميكروبات والبكتيريا والفيروسات، تلتصق بها وتدمرها بواسطة إنتاج إيه؟ بواسطة إنتاج أجسام مضادة. دي مين؟ الخلايا الباقية. أمال الخلايا القاتلة الطبيعية كانت بتهاجم بواسطة إنزيمات خاصة، تمام؟ فاضل لنا مين؟ فاضل لنا الخلايا التائية. لو أنت ذكي ومشغل دماغك 10 من 15 ومن 5 ل 10، يعني لو دي ب 15 هتبقى دي ب 5، دي أعلى نسبة يعني هتبقى دي ب 5، ولو دي أقل نسبة 10 هتبقى دي أعلى نسبة، تمام؟ 10 و10 20، فاضل قد ايه من المية؟ فاضل 80، 80%. يبقى الخلايا التائية نسبتها كام؟ قال لك نسبتها 80%. الخلايا التائية نسبتها كام؟ نسبتها 80%. تعال نتكلم على الخلايا، ولا الخلايا ورقة ورقة جديدة. الخلايا التائية، الخلايا التائية، تعال نتكلم على الخلايا التائية، قلنا نسبتها كام؟ 80%. طب المنشأ، التكوين يعني، التكوين تتكون فين؟ تنضج فين؟ خلاص كلام مكرر. التكوين في نخاع العظام الأحمر، التكوين في نخاع العظام الأحمر. طب النضج، النضج في الغدة التيموسية، النضج في الغدة التيموسية. خلاص مش كلام جديد، ده احنا قلنا المرة اللي فاتت، بس التذكرة تنفع المؤمنين، تمام؟ قال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تعالى نتكلم بقى على الخلايا التائية اللي نسبتها 80%. دي هتبقى لها نوع واحد اللي التاني فقرا التانيين اللي كانوا من 5 ل 10% ومن 10 ل 15% كانوا نوع واحد، صح؟ دول بقى الخلايا التائية نسبتهم 80%. قال لك دول ثلاث انواع يا سيدي. شوف بقى عاملين ثلاث شركات بقى يا عم، ده احنا نسبتنا كبيرة بقى، بنعمل ثلاث شركات كده ولا حاجة. قال لك يا عم عاملين ثلاث شركات، حاجة اسمها الخلايا التائية المساعدة، الخلايا التائية المساعدة، الخلايا التائية السامة، الخلايا التائية السامة، الخلايا التائية المثبطة، الخلايا التائية المثبطة، الخلايا التائية المساعدة تي اتش، الخلايا التائية المساعدة تي اتش. قال لك من اسمها مساعدة هتعمل ايه؟ قال لك تنشط، تنشط الأنواع الأخرى، بتنشط الأنواع الأخرى من الخلايا التائية، أنواع الأخرى من الخلايا التائية، يعني تروح تنشط الخلايا التائية السامة، تنشط الخلايا التائية المثبطة. قال لك للقيام بالاستجابة المناعية، خط دفاع تالت، القيام بالاستجابة المناعية. وكمان يا سيدي تنشط وتحفز الخلايا الباقية لإنتاج أجسام مضادة، تحفز الخلايا الباقية لإنتاج أجسام مضادة بواسطة مادتين هنتكلم عنهم بالتفصيل في المناعة، بالمناعة في خط الدفاع الثالث اللي هي المناعة بالخلايا الوسيطة والمناعة الخلطية. مادتين اسمهم الانترليوكينات ومادة تانية اسمها السيتوكينات. يبقى الانترليوكينات والسيتوكينات هنتكلم عنهم بإذن الله بالتفصيل في المواد الكيميائية وفي المناعة المكتسبة خط الدفاع الثالث، تمام؟ تمام. يبقى دي بتنشط الأنواع الأخرى من الخلايا التائية للقيام بالاستجابة المناعية، تحفز الخلايا لإنتاج أجسام مضادة. يبقى عملت الوظيفتين بتاعها. الخلايا التائية السامة بقى بعد ما اتنشطت بواسطة الخلايا التائية المساعدة هتروح تعمل ايه؟ خلايا تائية سامة تحسها كده شبه القاتلة الطبيعية، فتهاجم، تهاجم دي بتهاجم
يبقى هتعمل زي مثلا خلايا قتلة طبيعية. قال لك يا سيدي هتعمل حاجتين زيها، هتهاجم خلايا سرطانية، هتهاجم خلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروس. اه طب كده دي شبه القتلة الطبيعية. قال لك لا، هي بتعمل حاجة كمان، تهاجم الأعضاء المزروعة، تهاجم الأعضاء المزروعة. دي الوظيفة المميزة كمان ليها، إنها تهاجم الأعضاء المزروعة، لأن عضو مزروع جديد بالنسبة لي اسمه خلية غريبة، اسمه خلية غريبة. يبقى إذا المناعة سلاح ذو حدين، المناعة سلاح ذو حدين. يبقى بتهاجم زي الخلايا القتلة الطبيعية، الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروس والأعضاء المزروعة، بواسطة حاجتين هنتكلم عنهم في المناعة المكتسبة، خط الدفاع الثالث. مش هينفع اقول اسمهم النهارده، ما ينفعش اقول اسمهم، هنتكلم عنهم باذن الله في حصه المناعه المكتسبه. تمام. قال لك طب المناعه، الخلايا التائيه المثبطه، الخلايا التائيه المثبطه. قال لك بص يا سيدي، هي بتثبط بس هي بتعمل ايه؟ تنظم درجه الاستجابه المناعيه، تنظم درجه الاستجابه المناعيه للحد المطلوب. يعني بص، يعني انا هسيبك تشتغل، هسيب الخلايا التائية المساعدة تشتغل، وهسيب الخلايا التائية السامة تشتغل، وهسيب الخلايا الباقية دي تشتغل، تمام؟ لحد ما تخلص على الفيروس وتخلص على الجسم الغريب، أو ما أنا شغالة، وأقول لك خلاص شكرا اتثبطي، وقفي نشاطك، أنت عملت مهمتك على أهم على أكمل وجه، تمام؟ هو ده اللي بتعمله الخلايا التائية المتثبطة، تنظم درجة الاستجابة المناعية لحد المطلوب. ليه؟ قال لك لأنها تثبط أو تكبح، لأنها تثبط أو تكبح عمل الخلايا التائية والخلايا البائية بعد شايف، بعد القضاء على الكائن الممرض، بعد القضاء على الكائن الممرض بواسطة مادة اسمها ايه؟ بواسطة مادة اسمها، جاية من اسم الخلايا، الخلايا دي اسمها الليمف، الخلايا الليمفاوية، فهي اسمها الليمفوقينات، الليمفوقينات. قين دي يعني يتحرك، و كاي وإين دي يعني بروتين، وهو نوع من البروتينات الليمفوكاينات ده، وقاد ده الجمال بتاعها اسمها الليمفوكاينات تبع الخلايا الليمفاوية، وكاين ده يعني متحرك، ونون دي يعني بتاعت البروتين اسمها الليمفوكاينات، الليمفوكاينات. تمام. دي بتثبط مين؟ بتثبط الخلايا التائية والخلايا البائية بعد القضاء على الكائن الممرض. فالخلايا دي زي أهم وظيفة ليها، بدل ما أقول بتثبط أقول تنظم درجة الاستجابة المناعية للحد المطلوب، تنظم درجة الاستجابة المناعية للحد المطلوب. تمام، حلو الكلام. عايزين بقى نتكلم دلوقتي على حاجة اسمها مستقبل مناعي، على حاجة اسمها مستقبل مناعي بتعرف من خلاله على الكائن الممرض. تمام. قال لك نوع المستقبل المناعي الموجود على الخلايا التائية ده، ده نوع لوحده اسمه سي دي 4. ودول يا سيدي عشان هما الاتنين بيتنشطوا بواسطتهم شبه بعض، عشان السامة والمثبطة بيتنشطوا بواسطة الخلايا التائية المساعدة، هما الاتنين لهم نفس نوع المستقبل اسمه CD8، CD8. تمام. يبقى الخلايا التائية المساعدة دي لوحدها CD4، الباقيين بقى، الباقيين عشان شبه بعض يتنشطوا زي بعض يعني بواسطة الخلايا دي، هما الاتنين شبه بعض CD8، نوع المستقبل اللي فيهم CD8. المستقبل المناعي ده هو اللي انا بروح اتصل بيه، ادي مثلا خلية تائية بيبقى عليها مستقبل، المستقبل ده بيبقى من مادة اسمها جلايكو بروتين. تمام. بروتينات فيها سكريات، بتروح تلتصق مثلا بحاجة اسمها خلية مصابة بالفيروس، خلية مصابة بالفيروس، بروح أنا برضو أخش عليها وأقوم مكون المادة السامة بتاعتي وهاجم وأخلص عليها. تمام. ده أهمية المستقبل المناعي يعني، وهنتكلم عنه بالتفصيل في خط الدفاع التالت. كده الحمد لله خلصنا الخلايا التائية، نسبتها 80% من مين؟ من الخلايا الليمفاوية، نسبتها 80% من الخلايا الليمفاوية. يعني أنا لو معايا 10 تلاف خلية دم بيضاء، معايا 10 تلاف خلية دم بيضاء، أقول لك فإن متوسط الخلايا التائية، هروح أجيب متوسط الخلايا الليمفاوية هيطلع بيه 2500. جت منين؟ 25%. تمام. عايز نسبة بقى الخلايا التائية منها، أنا قلت لك أهو 80 على 100، يبقى أنت لما تبقى 2500 هبقى أنا مجهول، طرفين في وسطين هتطلع معاك ب 2000 خلية، هتطلع معاك ب 2000 خلية. تمام، حلو الكلام. نخش بعد كده بقى على حاجة مهمة جدا. احنا الحمد لله في أول حاجة قلت لك إن في خلايا دم بيضاء على نوعين، خلايا ليمفاوية وخلايا غير ليمفاوية. أنا الحمد لله انتهيت كده من الخلايا الليمفاوية، نخش بقى على الخلايا اللي مش ليمفاوية.
تخش على الخلايا الليمفاوية. الخلايا غير الليمفاوية، ودي على نوعين يا سيدي، ولا اقول لك على 3 انواع؟ على 3 انواع: خلايا خلايا دم بيضاء محببة، وخلايا دم بيضاء غير محببة، وخلايا دم بيضاء بلعمية. يا تاني كده: خلايا دم بيضاء محببة، وخلايا دم بيضاء غير محببة، وخلايا دم بيضاء بلعمية. والله المحببة، المحببة دي يا سيدي على 3 حاجات، على 3 حاجات. المحببة دي والله في منها حامضية وقاعدية ومتعادلة. جت منين دي يا سيدي؟ بص يا سيدي، بحط صبغة، بحط صبغة حمضية دي تاخدها، بحط صبغة قاعدية دي تاخدها، بحط صبغة حمضية وقاعدية لا بتاخد دي ولا بتاخد دي، تمام؟ يبقى انا مقسمهم على حسب ايه؟ على حسب نوع الصبغة اللي بيتصبغوا بيهم. دي بتصطبغ بصبغة حمضية، دي بتصطبغ بصبغة قاعدية، دي بتصطبغ بصبغة متعادلة. ومن حسن حظك يا سيدي ان انا كان معايا القلم بتاعي الالوان. ادي الحمضية اهي، ادي يا عم القاعدية اهي، ادي يا عم المتعادلة اهي، تمام؟ وجبت لك القلم بتاعي عشان اعمل لك ايه؟ شكل النواة. بص يا سيدي، الخلايا الحمضية، الخلايا الحمضية بلاقي كده اهو، كده تمام، على شكل هيد فون كده، على شكل هيد فون، تمام، جاي مقطوع من هنا واقوم مكون كده كده، واحط جواها حاجة نقط حمرا. طبعا انت عارف ان الاحماض كانت بتاخد لون احمر، صح؟ الاقي الحبوب اللي جواها لونها احمر، الاقي الحبوب اللي جواها لونها احمر، وتلاقي لونها برتقاني كده، اللي هو المادة اللي جواها دي برتقانية، تمام؟ طب الخلايا القاعدية، الخلايا القاعدية بتحس إن هي شبه كرسي، كرسي قاعد كده، طبعا بنأسف للرسم يعني إن الرسم مش جميل. دي الخلايا القاعدية اهي، تبقى أكبر شوية من الخلايا الحمضية، تمام؟ الخلايا بقى المتعادلة، ودي بقى بتبقى واخدة لون بنفسجي، تبقى متعادلة كده شبه كروموسوم مقلوب. تبقى متعددة الفصوص، من حوالي 4 فصوص اهو، تلاقي لونها بقى ايه؟ لا واخد احمر ولا واخد ازرق، لا اللون اللي ما بينهم اللي هو البنفسجي، تلاقي لونها حبيبات اللي جواها كده شبه بنفسجي. طبعا بقى قلت لك خلايا قاعدية، هتلاقي الصبغة اللي جواها لونها ايه؟ لبغة زرقاء زي القواعد كده او القلويات. انت كنت بتاخد ان بيبقى لونها كده، بتبقى قريبه للبنفسجي او ازرق، تمام؟ قريبه للبنفسجي او ازرق، تمام يا سيدي. بقول لك انا قاعد بقى برسم والون ومش عارف ايه بقى، يعني بضيع وقت مثلا؟ لا مش بضيع وقت. قال لك ازاي اميز بينهم، كيف يمكن التمييز بين انواع خلايا الدم البيضاء ده، كيف يمكن التمييز، بميز بينهم ازاي؟ قال لك بميز ما بينهم من حيث حجم وشكل النواة، حجم وشكل النواة، بميز ما بينهم من حيث حجم وشكل النواة، يعني الحجم بتاعها كبير ولا صغير، تمام؟ وشكلها، هي شبه الهيدفون ولا شبه كرسي قاعد ولا شبه الكروموسوم كده المقلوب، تمام؟ يبقى حجم وشكل النواة. 2، تاني حاجة بميز بينهم من حيث لون الحبيبات الظاهرة بداخلها تحت المجهر، لون الحبيبات الظاهرة بداخلها تحت المجهر، لون الحبيبات الظاهرة بداخلها تحت المجهر، هي لون احمر ولا ازرق بنفسجي ولا البنفسجي ده، تمام؟ تمام. يبقى من حيث حجم وشكل النواة، لون الحبيبات الظاهرة بداخلها تحت المجهر، اميز ما بين مين؟ هي خلايا حمضية قاعدية متعادلة، دي خلايا كلها ايه؟ محببة، تمام قوي. الخلايا دي بقى كلهم على بعض، الخلايا المحببة دي وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم تكافح العدوى البكتيرية، وظيفتهم تكافح العدوى البكتيرية والالتهابات، بتكافح العدوى البكتيرية والالتهابات، بتكافحها ليه يا عم؟ قال لك لأن بإمكانها بلعمة وهضم، بإمكانها بلعمة وهضم، بتبلع وتهضم مين؟ قال لك خلايا الكائنات الممرضة، خلايا الكائنات الممرضة اللي هي مين؟ المهاجمة للجسم زي الميكروبات. قال لك طب هي بتهاجمهم تبتلعهم ليه؟ قال لك لأنها تحتوي على حبيبات، تحتوي على حبيبات،
تلعب دور رئيس في تفتيت الكائنات الممرضة، في تفتيت الكائنات الممرضة والقضاء عليها. تاني كده مع بعض، يبقى الخلايا دي بتعمل ايه؟ تكافح العدوى البكتيرية والالتهابات، تكافح العدوى البكتيرية والالتهابات. ليه؟ لأن بإمكانها بلعمة وهضم، إمكانها بلعمة وهضم خلايا الكائنات الممرضة وتفتيتها، وذلك لاحتوائها على حبيبات تلعب دور رئيس في تفتيت تلك الكائنات بواسطة الحبيبات. الحبيبات دي تحتوي على لايزوزومات بتفتت، تمام؟ عشان لو جالك سؤال ربط، اللي كان بيفتت ويكسر كان اللايزوزومات، كانت خدتوها في أولى ثانوي، وهنرجع نقول على اللي بيفتت في خط الدفاع الثالث، تمام. نخش على الغير محببة. بص، هي في كتاب المدرسة مكتوبة محببة، في الواقع هي غير محببة، تمام. ولما جت السنة اللي فاتت هم اعتبروها خلية دم بيضاء وسكتوا، اعتبروها خلية دم بيضاء وسكتوا، تمام. اسمها ايه بقى الخلايا الغير محببة دي؟ وحيدة النواة، اسمها وحيدة النواة. وفي واحدة كمان اللي هي الخلايا الليمفاوي، الخلايا الليمفاوية دي برضو ما فيهاش حبوب، تبص كده عليها تلاقيها ايه، وادي يا عم النواة اللي جواها، مفيش حبيبات ايه. الخلايا الليمفاوية مالها؟ غير محببة، تمام. تعال نتكلم بقى على الخلية وحيدة النواة. قال لك خلية وحيدة النواة دي أكبر واحدة فيهم، أكبر. بص، شايف شكل دول؟ شايف شكل دول؟ هي بقى شكلها عامل إزاي؟ شكلها عامل كده، أكبر واحدة فيهم. طب شكل النواة اللي جواها، شكل النواة اللي جواها عامل إزاي؟ قريب للي قاعدة ده، قريب للي شكلها قاعد ده، أهي شبه الكلية برضو، تمام. كتاب المدرسة حاطط لك شوية حبوب كده، بس طبعا ده يعني غلط، تمام. تمام، قال لك خلية وحيدة النواة دي يعني احنا واخدينها لوحدها ليه؟ مش حط يعني ما خدناش تبع دول ليه؟ قال لك اصل بص، دي بقى دي بتعمل ايه؟ بتعمل انها بتدمر الاجسام الغريبة، بتدمر الاجسام الغريبة، تمام، بتدمر الاجسام الغريبة. طب دي يعني يعتبر ايه؟ دمرت الخلايا المهاجمة للجسم يعني، ولا انتوا بتحطوا اي وظائف وخلاص بقى بتدمر الاجسام؟ كنا نحطها هنا وخلاص. قال لك لا يا سيدي، بتتحول الى خلايا بلعمية عند الحاجة لتقوم بالتهام هذه الاجسام، لتقوم بالتهام هذه الاجسام للاجسام الغريبة اللي هي دمرتها دي. يبقى هي بتدمر الاجسام الغريبة، ولو وصلت للنسيج، وصلت لنسيج، بتتحول لخلايا بلعمية، تحول لخلايا بلعمية، تتحول إلى خلايا بلعمية، تتحول إلى خلايا بلعمية، يبقى عندها أقدام كاذبة بتقوم مكونها كده أهو، وبلع الجسم جواها، بلع الجسم الغريب جواها، تمام. يبقى هي كانت خلية وحيدة النواة، وممكن تتحول إلى خلايا بلعمية عند الحاجة، وده اللي خلاها واحدة كده ليها وظيفة خاصة بيها مش تبع التلاتة دول. عاوزين نتكلم بقى ان الخلايا دي بتقعد قد ايه؟ قال لك بتقعد من عدة ايام لساعات، من عدة ساعات لعدة ايام، من عدة ساعات لعدة ايام في الدورة الدموية، تمام؟ كده احنا الحمد لله خلصنا الخلايا دي. فاضل لنا الخلايا البلعمية اللي كانت بتتحول لها خلايا وحيدة النواة. قال لك والله الخلايا البلعمية دي على نوعين. خلية بلعمية كبيرة ثابتة داخل الجسم، وخلايا بلعمية كبيرة دوارة جوالة. تاني كده مع بعض، خلايا بلعمية كبيرة ثابتة قاعدة في مكانها، خلية بلعمية كبيرة ثابتة قاعدة في مكانها. قال لك فيها معلومة كده، قال لك تسمى بأسماء مختلفة. قال لك علم، قال لك حسب النسيج الموجود فيه، حسب النسيج الموجود فيه. وان كتاب المدرسة سايبك وماشي يعني، انا ما فهمتش اي حاجة. بص يا سيدي، الخلايا دي لو موجودة في الكبد بسميها حاجة اسمها كفر سيل، بسميها كفر سيل. لو موجودة في الدم، لو موجودة في الدم بسميها مونوسايت، بسميها مونوسايت. يا سيدي لو هي موجودة في اللنج اللي هو الرئتين بسميها الفيولار سيل. لو هي يا سيدي موجودة في الجلد بسميها لانجر هانز سيل، لانجر هانز سيل. يبقى على حسب النسيج اللي موجود فيها، حسب النسيج اللي هي موجوده فيه بيبقى ليها كذا اسم، بتسمى باسماء مختلفه حسب النسيج اللي هي موجوده فيه، تمام. هي دي المعلومه اللي كتاب المدرسه مش كاتبها لك، مش مفهمك يعني جت منين. قال لك وظيفتها قاعده في مكانها كده،
قال لك لو جه جسم غريب جنبي هل تهمه؟ كتاب المدرسة كاتبها ازاي؟ قال لك تكون متأهبة لالتهام أي جسم غريب، أي جسم غريب يتواجد بالقرب منها، يتواجد بالقرب منها، تكون متهيئة لالتهام أي جسم غريب يتواجد بالقرب منها، تكون متهيئة لالتهام أي جسم غريب يتواجد بالقرب منها. تمام تمام أوي. فاضل مين؟ فاضل الكبيرة اللي فيهم بقى، خلايا بلعامية كبيرة جوالة أو دوارة، جوالة أو دوارة، دوارة. بص يا سيدي، أولا زي أي خلية بلعامية لها قدرة على الالتهاب، لها قدرة على الالتهاب، خلاص يعني مش جديد ده، أمال إيه الجديد يعني؟ قال لك دي، بص يا سيدي، قال لك تحمل المعلومات التي تم جمعها عن الميكروبات والأجسام الغريبة، تحمل المعلومات التي تم جمعها عن الميكروبات والأجسام الغريبة. قال لك علل ليه يا عم شالت المعلومات دي؟ قال لك لتقدمها، لتقدمها للخلايا المناعية المتخصصة. من الخلايا المناعية المتخصصة دي زي الخلايا الليمفاوية البائية والخلايا الليمفاوية التائية، تقدمها للخلايا المناعية المتخصصة الموجودة في الغدد الليمفاوية اللي هي زي العقد الليمفاوي، زي الطحال وهكذا، الموجودة في الغدد الليمفاوية المنتشرة في الجسم. فتقوم، متقولش بقى الترتيب المنطقي بقى، تقوم الخلايا المناعية، تقوم الخلايا المناعية المتخصصة، تقوم عاملة ايه بعد ما بعد ما الخلايا البلعامية الكبيرة جمعت لها المعلومات عن الميكروبات والأجسام الغريبة وقدمتها لها؟ قال لك الخلايا المناعية المتخصصة دي تقوم بدورها الدفاعي والمناعي، تقوم بدورها الدفاعي والمناعي، حيث تقوم بدورها الدفاعي والمناعي حيث تجهز لها ما يناسبها، ما يناسب مين؟ الميكروبات ده ما يناسب مين هنا؟ اللي هو الميكروبات، من وسائل دفاعية. قول لي أمثلة على الوسائل الدفاعية. قال لك عندنا مثالين، قال لك الأجسام المضادة، زي الأجسام المضادة. قال لك وتخصيص وتحديد نوع الخلايا القاتلة لتلك الميكروبات، يعني أقول مثلا أنهي خلية تائية هي اللي تروح تقتل، ولا أودي لها خلية قاتلة طبيعية؟ يبقى تاني كده مع بعض، الخلايا البلعامية الكبيرة دي عاملة زي مين؟ عاملة زي مرشد، عاملة زي مرشد بتحمل المعلومات، تحمل المعلومات عن واحد جسم غريب كده، تحمل المعلومات التي تم جمعها عن مين؟ عن الميكروبات والأجسام الغريبة، شالتها يبقى جمعتها وشالتها لمين؟ عشان الخلايا المناعية المتخصصة اللي هي عاملة زي دور مين؟ زي الشرطة، زي الشرطة. تقدمها للخلايا المناعية المتخصصة هي الشرطة، الخلايا البائية والتائية الموجودة في الغدد الليمفاوية زي ما شفناها المرة اللي فاتت، موجودة في العقد الليمفاوية، موجودة في الطحال، لتقوم الخلايا المناعية المتخصصة اللي هي البائية والتائية بدورها الدفاع والمناعة. الشرطة بقى تنقذنا من المجرم ده اهو اللي هو الميكروب الجسم الغريب، تقوم بدورها الدفاع والمناعي، تجهز لها ما يناسبها من وسائل دفاعية زي أجسام مضادة مخصصة الخلايا البائية، وتخصيص نوع الخلايا القاتلة لتلك الميكروبات. بقى مش هطلع لك كده أي خلايا تائية سامة، لا أطلع لك اللي تناسبك، وأي خلية قاتلة طبيعية لا أطلع لك اللي تناسبك وتخلص عليك اللي فيها إنزيمات خاصة خاصة بالميكروب ده. تمام كده احنا الحمد لله فهمنا دور الخلايا البلعامية الكبيرة، وكده الحمد لله خلصنا كلام عن خلايا الدم البيضاء. أتمنى الشرح يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.